بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني سيد الذين شيغي أما أيكلا واجيين دلي يردي قبن قابينه يهوشا عاو كلمتين إن شاء الله تعالى وحيكوصة سنندون تا موضوع حقوق الجار أما الدرسك هي حق أسكله سنكسون هاي درس بألا وذي هاي لمن كلام عرمو بشر كنا وحياله إلهي كو خلقي أما وكو أبوري وحكم ده إن يجعلهن لا نولان شها أنا سيد حيوانات كدور قلها وكلا تضدكم معها بني آدم هو حيجعلهن بلشو يضد سكون دحنال أي هذا صادر تدارين تمرك وحكر دلاني وحبذن وحقوقه يوحيال بذن واجب هذا أو يسكون يلان أيام ضد كي درس كها أما وداعي محيا هيدي درس كوداعي أرينا صيغة أمرك شرع ومال إلا كجمتين شرع هذا إن كتاب كي السنة ذا قرآن ككريم كاي السنة ذا النبي صلى الله عليه وسلم لوضوا سفي عن بيوع دين حقوق ذا يواجبات كاي سكول يهين ذات كدرس كا وحقوق الرياء قولك إلهي سبحانه وتعالى وإلهي إلهي واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل إله سبحانه وتعالى آيضا في سورة النساء كجرته وحكو عدي حقوق يدر دار ما ولا در دار ما هيو خلق جيسة دردارن لصين هيا أول ليه هي وحاجر تحقوق هذا سكول ذيهين حقوق هذا سيادة هي التي المامي مرك الله صوشة إلهي حقيسي وإن إلهي عابده كل جي العابده ذن وحبذ له ولا جنن كدي من الوحي جيسي عدي صدق قوة هيدنا ذا دون كني ماته ولا بدأ ذي والدة حق إلهي الوحي جيسي aya marka saddexaad waxa la tilmaamay qaraabadi iyo aqoonti iyo masaakiinti kadib wuxuu ilaahay subhanahu wa ta'ala tilmaamay dariska oo laba qaybood loo qaybiyay jaarka dhow iyo jaarka xogooka durugsan laba dhinac marka waa lagu fasiray culimadu aqwaal kale duwan bay ku leeyihiin jaaridil qurba jaaril junub waxa laga wada والجار ذي القربى والجار الجنب بعض العلماء وحيليه نحويان درس كودو البابهان يوم حي هذه دربي أهم كسوحقه وجار ذي القربى جار الجنب نحويان درس كحقوق هذا ركسن درس باته لكن حقوق خير دركسيه حي القياس كان النبي صلى الله عليه وسلم مو بحيي درس كأويري قف كدرس كسوية أويري وحوت الإمام النبي صلى الله عليه وسلم درس وحاقولها أفرت من قري وجانب والباع دنع والباع أفرت من قري أو كاحكته وركس الله في ريو أبولا إذل حولك يا با أفر جهة ومن أفرتنا وبقول يليحد من قري بقول يليحد من قري حولك يا أبولا إنك قرقض إنينا داني مركا جار أما درس انت صدام بسهود قال هي صوت الإمام النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلماء وحيليه والجار ذي القربى والجار الجنب جار ذي القربى وحلو لجيدا قراوضة ضدك قراوضة كلاعه ايا لو لجيدا جار الجنب لو ضدك كالتا حق مسلمين تي اسلام لماذا كقوله ايا نانوكا يدا درسي وعوط انا مكلاوه ذاقي ابن كثير مكو عيدا سيدا فسيره يحويري الله سبحانه وتعالى آيضا وحكو أمري
ibn kathiir oo mufasiriinta ka mid ahaa wuxuu yiri ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadan ayada wuxuu ku amray in ardadii la islaaxiyo oo la hagaajiyo riximkiina la maarata la xiriiriyo dadkii arxaamta ku ahaa iyo qaraabadana la xiriiriyo loo sameeyo ixsaan aqaaribta looguna sameeyo wax allaaliya wixii ama hadal ah ama ficil ah aqaaribtaas ayaga marka waxaa soo gudagalahayo aayadda dardaaranka ay ku dartay dadka deriska ah dadka deriska kula ah ayay aayaddu ku dartay nabiga sal allahu calayhi wasalam wuxuu sidoo kale ta tilmaamay oo axaadiis badan uu ku tilmaamay xuquuqda ay derisku isku leeyihiin xuquuqday deriska isku leeyihiin ayuu nabigu sal allahu calayhi wasalam oo in badan axaadiis ku tilmaamay waxaa ka mid ah axaadiista nabigu sal allahu calayhi wasalam uu ku tilmaamay xuquuqda ay deriska isku leeyihiin qowlkii nabiga sal allahu calayhi wasalam oo ay warinayaan cabdullaahi ibnu cumar iyo caaisha radiallahu canhuma oo laba saxaabi ahaa caaishana waa zawjadii nabiga sal allahu calayhi wasalam caaisha bint abibakr asidiiq cabdullaahi ibnu cumarna waxaa dhalay cumar ibnu alkhataab oo isagana amiir almuminiin ahaa waxay leeyihin nabigu sal allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi maa zaala jibriilu yuusiinii biljaari xataa danantu annahu sayurithuhu nabigu sal allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi jibriil kamuunan zuulin oo ma daynin inuu igala dardaarmahayo deriska oo uu leeyahay maxamedow deriska ka dadaal nabi maxamedow deriska ka dadaal nabi maxamedow deriska ka dadaal deriska xaqiisa ilaali suo ugu celcelinahayo waxaan u qaatay buu yidhi nabiga sal allahu calayhi wasalam baa erayga leh waxaan mooday buu yidhi inuu dhihi doono qofka deriskaa deriskiisa uu dhaxli doonaa macnaha suu xaqa ugu celceliyey oo dardaaranka ugu celceliyey waxaad mooday buu yidhi inuu soo wado ruux hadduu ruux kaleo deriskiisa a dhinto dhaxalku wax ku yeelanaya macnaha suu u adkeeyey arrinta ayadaa marka xadiidka nabiga sal allahu calayhi wasalam waxay ku tusi deriska iyo xuquuqda ay isku leeyihiin inay aada u adag tahay xuquuqda deriska markay culimmadu soo aruuriyeen waxay yidhaahdeen saddex arrimood ayay ku soo aruuraysaa oo axaadiista iyo aayaduhuna inta badan ay ku wareegahayaan saddexda arrimood ee ay ku wareegayso ama xuquuqda ay ku soo aruurayso waxaa weeyaan alixsaanu ilayhim dadka deriska kulaa inaad axsaan iyo wanaag u samayso wanaag inaad u samayso wanaaggaas isaga qowl buu noqon karaa ficil buu noqon karaa iyo fal iyo gacanta wax laga qabto intuubuu noqon karaa xaqa labaad ee ay deriska isku leeyihiin waxaa weeyaan bay dhaheen ka fulaada canhum inaad wixii xumaana ee adiga dhankaada ka imaan lahaana aad ka ilaaliso tii koobeed waxay ahayd inaad axsaan u samayso iyo wanaag tan labaadna waxaa weeye wixii xumaana adiga kaa imaan lahayd inaad ka ilaalisood kala dadaasho xumaan adiga kaa soo baxday inaynan ku dhicin cidna midda saddexaad waxaa weeyaan bay dhaheen waxtimaalu alcadaa minhum daris haddii layahay waa la isqoomi maxay ahayd waxaa imaanaya in wax un laysku geysto ama eray ha noqdo ama maaragtay ficil ha noqdo wixii dhibee kaaga imaada ruuxa deriskaada inaad u dulqaadato waa xaqa saddexaad ee laysku leeyahay bay dhaheen xaqa koowaad oo ixsaanka in loo sameeyo ruuxa deriska ah ilaah subxaanahu wa tacaala aayadan hadda sheegaynay baa ka mid a aayadaha uu ku tilmaamay wabilwaalidayni ixsaanan labadii waalid ee ku dhalay ixsaan u samee wabidilqurbaa dadka qaraabada u saaxiibka iyo raximkaadana ixsaan u samee walyataama agoontana u samee ixsaan walmasaakiini masaakiintana u samee ixsaan waljaari dilqurbaa deriska dhow isagana waxaad u samaysaa ixsaan waljaari iljunub deriska kaa durugsan ee kaa yara fogna isagana ixsaan u samee xadiidka nabiga sal allahu calayhi wasalam saxiixu muslim ku jiro abu hurayra uu warinahay wuxuu leeyahay nabigu sal allahu calayhi wasalam man kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhir falyuxsin ilaa jaarihi macnaha waxaan ku jirnaa xaqi koobaad oo ah in ixsaan loo sameeyo nabigu sal allahu calayhi wasalam marka xadiidka wuxuu leeyahay ruuxii iimaan laga helay ee ilaahay rumeeyey maalinta qiyaamana rumeeyo inay aakhare ka dambayso la ysxisaabin doono og oo arrintaa iyada caqiidaysan qalbigiisa ku jirto
فليحسن إلى جاره ذلك درس كيسا إحسانها وسمي درس كيسا إحسانها وسمي نبي صلى الله عليه وسلم سيدوك لتوحو أمري إن قفك درس كأه لا يكرامه ولا كرامه ولا شرفه وحنا أرنتا سيضع كدقي أرمها إيمان كقفك لغو قرته روحه إنه إيمان له هي إنه الإيمان له وحي الله لوجرته أما إيمانك يقول لازم سنها يأو هدو الروح إيمان له هي إن لقى أركعيته أيه قدر النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وحلو النبي صلى الله عليه وسلم قفك إيمان لقاه لي وإله سبحانه وتعالى رميسا ما أنت قيامي يا آخران رميسا درس كيسة هكرامي درس كيسة هكرامي وهشرفه يونان إهاني إيو لباتي إيو وحيالو الروحان إساق عدف صدو يونان كلا دقمين وحكم إذا إحسان كاللو سمين هي درسك إيو وحيالها حقوق دو أولي هيا إن لو سمين إن قلبك دو أوفا يوية قلبك دو إن أوفا يوية وروح درسك هذا هذا قلبك وحبه أوهين صدوك لأتا إنات قفك جيران كذا مدرسك هذا الله جعلات خيرك صدو أدقو أولاج عشاهي نفت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن حديث أنس بن مالك وصحابته كم ذا ورنه يحوله النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه وحديث صحيح مسلم كسر رأي وصحيحة وحير والذي نفسي بيده وحن قلنا رنا يا الله نفط يدعي كجر تجعنتيس لا يؤمن عبد أدون إلهي مر مين أو إيمان دب على جمهل إيمان كامل كهاي دب تهاي لجربي لغا مهل الى انت حتى يحب لجاره الى درسكي سكلا جعله ما يحب لنفسه ونفسي سلا جعله وحنوه صلى الله عليه وسلم كدغي ايمان كذا دفتا ايانا ايمان دفع لغا هلو و اله يكتس ايمان رمع الله تكتو وحيكو حيران تهينا درسك هذا لجعلاته وحا نفت هذا لجعش نفت هذا وحا لجعش هينا درسك هذا لجعلاته حديث كان مركو قاعد كينا يا واسقنا سيدو كله تو مال هذا جيس كتاعي حقوق الإيجار كوا يسقولها هيان وها إن إحسان لا يسقى سمي وهذا ضن لج على إن معنا النفط هذا واحد لج عشاي درس كذا هذا ضن لج على إن معنا هذا أي تاي إنات إيمان دبعة وحقيقة ونن قلبي على لحين عكس هذا مركو حوي روح سيدا صيادة أنا يلين إدريس كيس عن لجعلان إيمان كيس هو ناقص إيمان كيس هو ناقص ما أنت قيام مركو يا ما أو مرت إيمان أو إلهي هرتيس سوي استعجنة أنت يلا هذا أنا لو لحظة طما هيو قف كي درس كذاها حيا هذا درس كقولها خير كان نفط على لج عشان يحلو لج علام وإذا واحد لو لحظة طما دونالو إحسان كمرك هذا صمين يس درسكو وإحسان أنت اللي وأنت هذا أود هذا أنت أود هذا أنا هذه أي تهين مثلا الصدقة أو كلا تسيس أما الوحي على خير تسيس أما هذه هدية تسيس وحلا جارب الحياه ووحي أود هذا كتره وحدليل آية عموم كذا آية القرآن كذا الله سبحانه وتعالى وير اليوم في قدر ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وحي إلهي وكولي بي بالا روائنا ذي حسان كسميس عدد الصمينيس أما هنقطة قرابو أما هنقطة إهل كادي يددك أهل بيت كاداها أما هنقطة اندرس لكن وحي أدقى أود هذا يالا روائنا ذي حسان وقسميس الروح صحيح البخاري مسلم لوضو وحكو صهر الحديث أبو هريرة ووري ونبي صلى الله عليه وسلم ولها الله يضمرك ويريان ساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسان شاتين فرسان شاتين قبله مسلمات كهايو مدين درس كذا أرنتي هذه ده هيدا أوجين لهذي واحد سين لهذي أنا حقيرن سيدا وقوف السري حافظ ابن حجر مركو بخاري وشرحه وحير وحلو لجذا هذه أي سين لهذي درس كذا يينا يريسن إنه أينا حقيرن هذا إذا انتهب على هذا وحي هديين سينيسو وحان انت بدل له انتفاع أما أنا نألو مارتلو قيمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحوة المامة هي ويري إلا هذا إذا انتهب على هذا وحويا
indhasha ama maxay ahayday qoobka neefka adhiga ah, maanaa lugta intan hoose ee qoobku uu ku yaallo, inta badan dheef lagama dayo. Laakiin nabigu sal alla slam wuxuu leeyahay xitaa wax kale hadaynan haynin oo hadiyad aan taa ahayn ay u weydo iyo inaan xaqirinan wax allaaliya waxay u geyn karta iyada tabarteeda ha u hadiyeyso. Hadiyaduna inta badan waxyaalaha la isku jeclaada ayay ka mid tahay. Wuxuu marka xadiidka nabigu sal alla slam ula jeedaa shaygan isaga shay inta badan la dheefsado ma ahayn, laakiin wuxuu ula jeedaa khayrka iyo jacaylka iyo wanaagga labada jiiraanka u dhexeeyo inuu daa'im ahaado oo u ahaado shay mutawaasil oo mar walbo jiro inuu noqdo. Xadiid kaleoo nabigu sal alla slam laga wariyey oo Abu Dar uu warinayo oo saxiix Muslim ku soo arooray wuxuu leeyahay nabigu sal alla slam, yaa Abaa Dar, idaa dabakhta maraqatan faakthir maaha watacaahad jiiraanaka. Abu Dharow, haddii aad maraq karsato, erayga maraq waa carabi oo ka xadiidka nabigu sal alla slam uu deliishanhayo, macnaha uu erayga uu adeegsanhayo nabigu sal alla slam. Idaa dabakhta maraqatan, haddii maraq aad karsato, faakthir maaha, biyaheeda badi. Maraq aad karinayso biyihiisa badi, shayga suugadeed karsanayso biyihiisa badi. Watacaahad jiiraanaka, dariskaadana ogow. Markaad arrinta iyadaa samaynayso, anaa waxaad u badinaysa waxa weeye in dariskaada uu wax ka gaadho. Maraqaada ha ka dhigin wax yaroo adiga un kugu kooban oo adiga reerkaada keliya ku kooban ha ka dhigine intaad kordhiso dadka dariskaada ee laga yaabo inaan inta hadda adigu aad haysato ayn heli karin, ogow buu yiri wax uga gee. Jiiraanku marka siday u kala xigaan ama ay u kala xaq badan yihiin, nabigu sal alla slam wuxuu ku tilmaamay xadiid ay caayisho weydiisay, su-aalay weydiisay, waa xadiis macnaha Bukhaariga ku sugana. Yaa wuxuu yidhi nabigu sal alla wasalam, caayisha waxay weydiisay deriskayga labada deriseed hareerahayga ah ama labada darisee aan dhinacyada ku leehay, keebaa ii xaq badan oo hadiyad haddaan dhiibahayo ama aan wax u geynhayo, keebaa mudan inaan ku bilaabo? Wuxuu yidhi nabigu sal alla wasalam, ayuhuma waxa weeyaan ilaa aqrabihima minka baaban, kii kuugu dhow xagga albaab ahaan markii la yidhaahdo. Masalan deriska, deriska aad leedahay waxaa laga yaabaa kuna albaabkiisa inuu kugu soo jeedo, kuna oo albaabkiisa kaasii jeedo, ama waxaa laga yaabaa kana albaabkiisa xoogo inuu kuusoo dhow yahay, ka kalena albaabkiisa kaa yara durugsan yahay. Keen ku bilaabaa bay tiri, marka hadiyadda iyo waxa aan bixinhayo iyo waxa aan doonahayo ixsaan ahaan inaan u sameeyo, keen ku bilaabaa bay nabiga sal alla alay slam caayisho weydiisay radiallahu canha waardaha. Wuxuu yidhi, waxaad ku bilowdaa ayuhumaa aqrabu ilayka, aqrabu minka baaban, midka kuu dhow oo albaab ahaan kuugu soo xigo, kaas isagaa ku bilow. Xaqaas waa xaqi koowaad ee aan nidhi markii xuquuqda lasoo aruuriyo waxay noqonayaan saddex xaq. Xaqi koowaad oo ahaa in ixsaan loo sameeyo deriska. Xaqa labaad waxa weeyaan in aad dhibkaada ka reebato, dhibkaada inaad ka reebato uunan gaarin, dhibkaada inuunan gaarin deriskaada. Xadiis saxiixaynka ku sugan oo Abu Hurayra uu warinayo iyo nabigu sal alla alay slam wuxuu leeyahay, man kaana yuminu billahi walyowmi alaakhir falaa yu'di jaarahu. Cidii laga helay iimaan, iimaan kaamilahna laga helay ilaahay rumaysan, maalinta qiyaamihi inay xisaab dambaysana rumaysan, falaa yu'di jaarahu, deriskiisa yuunan dhibin, deriskiisa yuunan dhibin. Mafhuumka xadiidku marka waxa weeye, ruuxa deriskiisa dhibahayo waxaa ka dhalanhaya in la yidhaahdo iimaan kaamil oo malaha ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo maalin qiyaama inay ka dambayso la xisaabin doono. sidoo kaleeto Bukhaari iyo Muslim waxay soo saareen oo Abu Hurayra sidoo kaleeto uu warinaya in nabigu sal allahu calayhi wasalam uu saddex jeer dhaartay, uuna ku dhaartay inaanan iimaan kaamil aanan laga helin. qaala rasuululahi sal allahu calayhi wasalam, wallahi laa yu'minu, wallahi laa yu'minu, wallahi laa yu'minu. Saddex jeer buu wuxuu yidhi, ilaahay baan ku dhaartay muunan rumaynin, ilaahay baan ku dhaartay muunan rumaynin, ilaahay baan ku dhaartay muunan rumaynin. saxaabadu su-aal bay weydiiyeen, waxay dhaheen, man yaa rasuul allah, qofka aad ku dhaaranaysa saddex jeer inaan iimaan laga helin waa qofkee? nabigu sal alla alay slam jawaabtu bixiyey waxay ahayd, alladii laa yacmanu jaaruhu bawaa'iqahu, waa qofka aynan deriskiisu ka nabadgelaynin sharkiisa iyo dhibaatadiisa. nabigu sal alla alay slam wuxuu saddex jeer ku dhaartay
إيمان كامل أو إيمان كل الله بحنا عينا نلجهل روح درس كيس عينا كنا بتجلين دبات درس هذا الكادي عط كادي بين كنا بتجلين أو أكون دبتي قشن كادي وحي الحافظة لكسو جرو يسوي بين كنا بتجلين أو مرتي هرت هذا قد عدس حدودي وحي ذين دحيب بين كنا بتجلين أو بوسريح يوحي لم يذهب القصميس xuquuqday u baahnaayeen oo laga yaabo inay kaaga baahnaayeen bay ka waayeen arimahaas ayaga marka waxay ka dhalanay waxa ka dhalanayo inaad soo gasho wuxuu nabi sallallahu alayhi wasallam ku dheeranayo oo ahaa qofkaas isaga laga ma helin iimaan kaamil ama iimaanki loo baahna malaha qofkaas isaga hadiiska nabi sallallahu alayhi wasallam marka uu saddex jeer dhaaranayo waxa ku jirto oo faa'iido laga qaadanaya in xaqqa darisku uu yahay xaq aad u weyn sidoo kale ta inaad xumaantaada iyo dhibaatadaada aad ka reebato dariska inay arrin waajib tahay ayna lahayn wax bariya ama wax maartay ihsaanahood samaynaysa inayna lahayn dhibaatadaada inaad ka reebato dariska waa arrin waajib kuga oo ilaahay uu kugu waajibiyay subxaanahu wa ta'aala ilaah subxaanahu wa ta'aala wuxuu weyneeyay dhibka iyo dhibaatada iyo rafaadka loo geysto dariska iyo dhibaatada ka dhalanaysa iyo cuquubada ka dhalanayso ilaah subxaanahu wa ta'aala agtiisa waa ka weyntahay ana waxaa lagu tiriyaa in dariskaada aad dhibto oo aad noqoto ruux dariskiisa dhibahayo oo rafaadin hayo inay ka mid tahay waxyaalaha dembiyada waaweyn dembiyada waaweyn inay ka mid tahay waxaadna ku garan kartaa nabiga sallallahu calayhi wasalam agtiisa waxaa lagu tilmaamay gabadh gabadh baa la tilmaamay waxaa la yidhi gabadhaas waxay ahayd ahlu salaah waxay ahayd ahlu taaca waxay ahayd qof aad u cibaadaysto oo cibaado badan soonkeeda iyo salaadeeda iyo sadaqadeeda iyo kulli waxoo dhan aad bay u badnaayeen laakiin dariskeeday dhibi jirtay laakiin dariskeeda ayay dhibi jirtay wixii lasoo sheegay hore waxay ahayd waxay janno ku mutaysan lahayd ruux salaad badan oo soon badan oo sadaqo badan oo daaco badan oo dikri badan waxaa la tilmaamay waa wixii ilaah subxaanahu wa tacaala agtiisa la rajaynayay in lagaga mutaysto janno laakiin waxaa la daba dhigay waxay dhibi jirtay dariskeeda wuxuu nabigu sallallahu calayhi wasallam tilmaamay inay ahlu naar tahay xir cibaadadeedii iyo waxay samaynaysay waxba kuma filo waa ahlu naar maxay naar ku mutaysatay waxay naar ku mutaysatay dariska ay dhibayso xadiis nabiga sallallahu calayhi wasallam ka sugan oo saxiixa ku soo arooray saxiix al-bukhari ibnu mas'uud baa wuxuu leeyahay nabiga sallallahu calayhi wasallam baa la weydiiyey ayu dambi acdam dembiyada la galo ee ilaahay subxaanahu wa tacaala laga galo dembigee u weyn markaasuu alla subxaanahu wa tacaala nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi an tajcala lillaahi niddan wa huwa khalaqaka inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala aad u samayso waxa aad la wadaajisa cibaadadii oo shirkii aad u samayso isagoo ku abuuray ilaah subxaanahu wa tacaala isagaa ku abuuray cidana ooma kaashanin markii lagu abuurahay lidaalika cibaadada isaga keligii baa mudan inaad cibaadadii uu keligii mudnaa marka aad u samayso cid kaloo tidhaahda way la mudan tahay wuxuu doonayay adigu ku sheeg ama maxay ahayd ee nabi ka dhig ama mala ka dhig ama awliye iyo maxay ahayd ee wadaad ka dhig waxaa doonay dhehe inaad u samayso shay nid ah oo leedahay ilaahay subxaanahu wa tacaala suu cibaado u mudan yahay buu isagana u mudan yahay arrintaas iyada ah yaa ugu weyn dembi ilaahay subxaanahu wa tacaala laga gala ayuu nabigu sallallahu calayhi wasallam ku jawaabay cabdullahi ibnu mas'uud wuxuu yidhi anigoo ka mid ah dadkii fadhiyey baa waxaan ku yidhi uma ay maxaa ku xigo dembigaas isagaa garanay oo in ilaahay loo shirki yeela ah maxaa ku xigo wuxuu yidhi nabigu sallallahu calayhi wasallam an taqtula waladaka khashyata an ya'kula macaka inaad disho ilmahaada adoo ka cabsanhayo oo diidan inuu wax kula cuno anaa faqri baad ka yaabaysaa waxaad siisaa amaad weydaa baa kugu jirto macnaheedu ilaahay ma aaminsanid ilaahaygii abuuray ilmahanku siiyeyna kumaadan shukrinin ayaale isaga wixiisu uu wataa risqigiisa ilaahay baa qoran ilaahay baa u qoran marka tii maadan aaminine waxaa tiri waxaad siisa amaad weydaa ama amu biil iyo maxay ahayd culaysyo badan oo kaleeto uu kuu keenaa saa darteed baad u dishay taana wuxuu yidhi waa dembiga labaad
ee dunuubta waaweyn ka mid ah ilaahay subxaana wa tacaala laga galo. wuxuu yihi cabdullahi ibnu mascuud qultu uma ayi, maxaa kaloo ku xigo labadaa dembi gartay in ilaahay subxaana wa tacaala loo shirki yeelo iyo in ilmihii aad dhashay loo dilo adoo biilkiisa ka cabsanhaya, labadaa waan gartay. dembiga saddexaad ee ku xiga muxuu yahay? wuxuu nabigu sal alay wasalam yidhi an tuzaaniya xaliilata jaarika, dembiga saddexaad ee ku xiga waxaa weeye inaad ka zinaysato xaaska qofka dariskaada. zinadu mar walba waa xaaraan, mar walba waa dembi weyn oo kabaa'irta ka mid a, laakiin sida ay tahay way sii kala culustah. anaa qof ka soo zinaystay qof bannaankaa ka ah oon deris la ahayn, iyo qof qofkii deriskiisa ahaa khayaano iyo reerkiisa u dabamaray, waa kala dembi weyn yihiin. iyaday zinadu mar walba ay tahay dembi weyn, haddana dembigan uu galay qofka deriskiisa xaaskiisi ka zinaysanhayo waa ka weyn yahay midka bannaanka aas ka soo zinaysta, iyaadan billah. musnadu imaami axmed waxaa ku soo arooray in nabigu sal allahu alayhi wasalam uu yidhi lian yasriqa arrajulu min ahli casharati abyaatin aysaru min an yasriqa min beyti jaarihi, qofku inuu xado oo wax ka socdo tuuganimadu waa kabaa'ir iyadana, kabiira min alkabaa'ir, waa dembi weyn oo ka mid a dunuubta waaweyn. laakiin wuxuu nabigu sal allahu alayhi wasalam leeyahay qofku inuu ka soo xado oo wax ka soo xado toban guri inuu ka soo xado oo aanan deris laahayn oon u dhoweyn, yaa waxay ka fududahay oo ka dembi yar tahay deriskiisa inuu wax ka xado. qofka deriskiisa uu wax ka xado ayaa ka dembi weyn inuu toban guri wax ka soo xado. waxaad garan kartaa marka xuquuqda jaarku uu leeyahay weynanka ay leedahay. waxaa la yidhi zinadii kabiirada ahayd ee weyneyd ee cuslayd ee mar walba dembi kabiira ahayd waxay sii cuslaani oo ka sii dari oo akbarulkabaa'ir ay ku darmani markii laga zinaysto qofka deriskaada xaaskiisa. xatooyadiioo sidoo kale ta iyadna ahayd kabiiro, iyadna sidoo kale ta akbarulkabaa'ir waxay ka mid noqoni, dembiyada waaweyn kuwooda ugu sii waaweyn ay ka mid noqoni markaad ka xaddo deriskaadaad wax ka xaddo. xaqa saddexaad, laba xaq baan sidan hadda soo sheegnay oo ahaa in ixsaan loo sameeyo, in ixsaan loo sameeyo qofka deriska iyo in dhibkaada laga reebto. xaqa saddexaad ee uu ruuxa deriska leeyahay ee xuquuqda markii lasoo aruuriyey la yidhi xuquuqda ugu waaweyn waa saddexdaas, waxaa weeyaan inaad u dulqaadato wixii dhibaatee kaaga yimaado, inaad sabar u yeelato. deris haddii la yahay waa la isqoomi, taa lama diidahayo, dhibaato inay meesha ka imaanna lama diidahayo, laakiin inaad noqoto qof sabar u leh, inaad noqoto qof dulqaad u leh, inaad noqoto qof mar walba ku hadho ilaah subxaanahu wa tacaalaa oo ilaahay dartii u sabro, taa iyada ahna marka aad ku muntaysato ajir weyn. soomaalidu waxay yidhaahdaan carabiyo laba dhaanba isugu xigo oo isqoomaan, anaa adan ku talogelin baa laga yaa carabkaada inaad qaniinto. waxaa qaniinaya waa meesha dad ugu maxay ahayd xubinka ugu soo xigay wey, gowsahan qaniinahaya waa xubnihii ugu soo xigay. laakiin haddana sida ay tahay way ku khaldamahayaan xilliyada qaar way qaniini soo ma meeshaas iyadaa marka deris haddii la yahay inay la isqoomahayo ama ay dhibaato imaanaysa ama wax un laysku qabanhayo lama diidahayo, laakiin dhibka kaaga imaanahaya markaad ku sabarto yaad ilaahay agti ajir ku leedahay. ixtimaalu ladaa minhum wasabri calaa khadaa'ihim, gafka ka dhacayo ee mathalan ay samaynayaan oo ruuxii deriskaadaha uu kugu samaynayo inaad isaga dulqaadatood ku sabarto. wataqaafula can isaa'atihim, dhibaatooyinka iyo waxyaalaha ay samaynayaan iyo xumaanta ay kugu samaynayaanna inaad xilliyada qaar ismoogaysiiso waxaanan ogeyn baad iska dhigto, inaad ishilmaansiisaba. taqaafulku waxaa weeyaan inaad ka indhalaabto wixii aad arkaysa inuu dhib kugu yahay inaad shib iska tiraa sida adigoon ogeyn oo kaetana iska dhigto. musnadu imaami axmed waxaa ku soo arooray xadiid abu dar uu warinayo rasuulku sal allahu calayhi wasalam uu leeyahay ina allaha yuxibu thalaathatan wayubqidu thalaathatan, ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay saddexna wuu cadhoodaa. saddexdii uu ilaahay subxaanahu wa tacaala jeclaa markuu nabigu sal allahu calayhi wasalam tirinhayay ama uu tilmaamahayay wuxuu ka mid dhigay oo uu ku tiriyey oo uu yidhi waa ka mid
رجل كان له جار سوء يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يكفيه الله إياه بحياة أو موت. صدح الشيء إلهي سبحانه وتعالى جعله وحكم له ويرنبه صلى الله عليه وسلم قف وقصقنا ذي درس حن درس حن بوله درس كاسحن كأول دبع أدب الرفادية هذا قوله قول بقول دبع يهذل هي هذا عيتنك يكل هذلك يوحي الغصم إن لها وحلا وحي حمانا هاي قولها وكلها هذا فعلها أنا فعل بقول دبع أما قشم بحق يسوس الريحة أهم حي هذا قشنك مسقش يكي إيمان هي بيه يوحي لهم إذا هابوا كفر حقيسة ولنك سسوء دي أردت واحد هذا أطي الماما هي إن بدانو هذا هير قارساء ويكتر تعلوك الله وفكو إنو مسقش عاديو دربي قدتك درس كيسة حقا إنو عاديو كدب نو أود ليليو بيه بافك كسو بحيي وسخدي كسو بحيي سيجوهيسة إنو حقا أو بحيي وهيرك درس كها دربي وضع أقوب حي أما وضد عام كهيد أمد كده حيسي لنك إذا أنت أصفره سدوك توسق دي سي حق أصف بحيس وأنا لبعتوي إنك ما أنت مقالة دي إنك تشري أي كم بيتها وحير النبي صلى الله عليه وسلم قف درس له لكن درس كيسوية هي درس حن درس كيسي ساقه دبا حيو ورفادين حيو لكن أكو صبر حيو لبعتي دي سي الرفاد كيسة أكو صبر حيو أدل قادن حيو طلقات كاسسجوا ود القادن هي وحود القادن هي إلهي أنتو إلهي سبحانه وتعالى كغفر الله أو كذا يقو أو دوكي سودن عن أودا فيه أما نالل هكو دافيو أنا غيري هكو دافيو أنا هم درس كحما هك غيري يودو هم درس كحما أصغر نال ب هلا كلا جورو وصدا يدا هلو كلا نست نبغون صلى الله عليه وسلم دعوين كيسي وحكم دها وإلهي سبحانه وتعالى كبر يجري اللهم إنا أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول. نبي صلى الله عليه وسلم دعوين كيسي كم دهيت إلهي وبحان كا مغنقل إياه درس حن ومغالي إياه ميلا دقين يهي والرسمية درس إيه النعوة محايا لبادية درس كيسو وإلا كلا قوري بادية درس مجري انت بضان نقبل الرعاية محايا هيدا داق وحلقة يا وامانت إن هل كان ليسلو سودك لا ولا داق صلاه أنت عيار مش لو دقن يهي بحلقة يا وين ليسلو ديبا لكن بري قلوا الوامل بوجوري نقول بأرجع سي حوله سو حلا على يا مشكلة لا هذا حقو وحكي جردوق يوم حي هذا داق لكن قف على ذلك وأنت ماش عن كده ستي جوري وين أو قصر يا أسألك جوري قصر يا كأقرب دستي كلوريج ميسا إن كلا جورتان لبر رجين هيو وحنا ذا قدر إلهي أي كلام هرتوى جوني ذي لكن النبي صلى الله عليه وسلم معناه عدي ساسو حوله إلهي وحن كام مجنجلا إياه درس حن ومجال درس يكون نقضية ميل الدقن يهاي وعلى جورين هاي لدرس بعدي ولا كلا جوري ومعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الجاركو وكلا ددوين تاي مرك جار والبو حق على جاي وينو ليهاي حقوق ذي سئين إنا يدان تاي وحي مرك علماته تلمامين نبينا صلى الله عليه وسلم وصدقه تحديث كتل مامين درس كونه أوقف سينه صدح غيبوت درس كه إنه صدح غيبوت أوقف سينه صدح لا غيبوت أوقف سينه هاي ودرس صدح حق قوله يدرس لا حق له يدرس هل حق له قف درس كله مسلمنا قرابنا آتيهم قف سجوا الحكومة هاي صد حق حق المسلمين نمدي يسلان نمدي وقوله هاي حق درس نمدي نوقوله هاي حق قرابة نمدي نوقوله درس كلا هذا حق له وقف مسلم درس نقوله لكن إن قرابة هين وذكر الرحم كذي أهل كذي قرابة هذي أنا كمي دهين سكى قف قصة أنا لا حق وقوله هو حق المسلمين نمدي يسلان نمدي نوقوله حق درس نمدين وقوله وحصاهر درس كهلك حق لها درس كهلك حق له وحويا ودرس كأنا كل دين تاعين أنا المسلم كاعين وقال لكن درس بكلية شرعا قيمة هذه وحي هذه ونجده وحكم بده
xitaa qofkii aanan kula diinta ahayn laakiin deriska kula ahaa waxaa la yidhi wuxuu kugu leeyahay xaq darisnimo, xaq darisnimo ayuu kugu leeyahay. Xaqaas isagay darisnimada uu kugu leeyahay waa gaal uma burburin kartid, gaal weeyaan xaqiisi darisnimada uu kugu lahaa uma burburin kartid. Xaqa darisnimada waa inaad u ilaaliso. Wixii kale ee ku saabsan maxay ahayd gaalnimadiisa iyo diintiinu inay kala duwan tahayna goonideeda wey, laakiin maadaama deris kula yahay xaq darisnimo kugu leeyahay waa inaynan dhibaato adiga kaa tagtayna aynan u tegin. Wixii wanaag iyo hadiye ahayd u samayn karta iyo ixsaan aad u samayn kartaan aad u samayso, lacalla inuuba ilaahay hidaayo ku soo geliyo, maxay ahayd qalbigiisa uuba ilaahay hidaayo ku geliyo. waana sida ay inta badan salafku yeeli jireen. nin ka mid ahaa dadkii salafka ahaa ayaa waxaa la yidhi waxaa deris la ahaa nin yahuudi ah. ninkaa yahuudiga wuxuu samayn jiray qashankiisi iyo wasaqdiisa wuxuu u furi jiray dhanka maxay ahayday wuxuu ku fasixi jiray ninkaa deriskiisa ee muslimka ah xaggiisa ayuu waxayn jiray. ninka isaga ahaa wuu arkay waxaan inuu ninkan samaynaya laakiin damba kamuuna gelin faruqa meesha iyada ahayd wasaqda uu ku fasaxayay ee wasaqda mar walba ay aadaysay yaa maalintii dambe meesha waxay noqotay meel quranaha urayso. ninkii yahuudiga ahaa waa sheegtay yidhi waxba iiga soo una meeshan derbigiina waa isagii ku fasaxayay wasaqda iyo biyaha. si lutfi ah oonan ahayn maxay ahayd canaad iyo dhibaato iyo rafaad iyo canaanasho midna aynan ku jirin yuu u baraarujiyeyo wuxuu yidhi meeshaan waxaa yaallo maxay ahayday shay bakhti ah baa yaallo, shaygaas isaga ahna tabar baan u waayey sidaan u qaadi lahaa. marka bal waxaan rabay inaad ila aragto soo wareego kaala ila aragto. meesha wuu usoo wareegay wuu fiiriyey awalba wuu ogaa inuu isagu fasaxay laakiin waxaa laga yaabaa inuunan islahayn heerkaas bay gaadhsiisan tahay. meesha wuu arkay wixii markuu fiiriyo uu sidaan u arkay yaa wuxuu garowsaday dhibka noocan ahe weligii samaynaya intay deris ahaayeen. dhibaatadii yarayda hadda isaga kasoo gaadhay iyo urtii yarayda kasoo gaadhayna uu dulqaadan waayey ninkii gurigan iska lahaana uunan weligii ka hadlin. wanaaggaas isaga iyo maxay ahayd dabeecad wanaagga iyo sabarka waxaa keenayay inay diin islaam tahay buu dareemay. kadibna waxay culimmadu sheegaan inuu diinta sidii kusoo galay dulqaadkuu ninkaa u sameeyey iyo sabarkii uu sameeyey iyo dulqaadashadii darteed inay sabab ugu noqotay qofka isaga ahaa inuu soo muslimo uu diinta soo galo. sida la rabo marka waa inaan dadka salafka ah ku dayano oo aan noqono dad dabeecadooda iyo akhlaaqdooda ku soo jiida dadka oo ugu soo jiida diinta, laakiin aynan noqonin dad dabeecadooda iyo akhlaaqdooda ku fiijiyo oo diinta kaga eriya dadka. innaga hadda reer Garissa ahaan in badan oo innaga inaga mida waxaa laga yaabaa deriska dadka la ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdee inay dhib badan ka tirsanayaan. hadduu muslim yahay ruuxu waxaaba laga yaabaa inuu si uun isku qabto oo yidhaahdo maxay ahayday qofkan wax un baa si ka ah, laakiin qofkii gaalka ahaa arka hayana adigoo islaamnimo sheeganayo muslimnimo sheeganayo tukanayo masaajidkii gelahayo haddana dhibkan u geysanhayo sawir wuxuu qaadanhayaa ah in islaamnimadiiba ay tahay noocaan adigaad u dhaqmayso kaleeto, noocaad u dhaqmayso inaba islaamnimadii tahay. taa darteed waxaa laga yaabaa inay ku keento inuu ruuxii diintiiba kasii cararo ka durko. nabiga sal alla alay wasalam saan tilmaamay ee aan horey u sheegay wuxuu sheegay deriskaada in ay yihiin 40 guri oo dhan walba kaa jiro, dhinac walba 40 guri oo kaa jiro. macnaheedu waxaa nidhi 40 haddii 4 lagu dhufto waa 4 jahay leena meeqay noqoni waa 160 guri. 160 guri waxaa laga yaabaa buuladan salaam oo kaytay inay tahay 160 guri. marka 160 guri waa deris, 160 guriba waxaa la rabaa inay ixsaan isku sameeyaan. 40 dhan walba kaa jirto waxaa la rabaa inaad ixsaan u samayso, inaad ka warhayso, inaad dhibaatadaada aynan gaarin iyo dhib adiga kaa tagay. waxyaalahan aad ugu rafaadsan nahay
ee hadda reer gaarisa ka jira waxa ka mid ah qashinka la iska qaado kaleeto. Ruuxinu qashin soo qaado, qashinka isagaana uu geliyo qof kale bowdkiisa, qof kale deriskiisa bowdkiisa inuu dhigo. Neef buu qalanayaa, neefka isaga uu qashay wixii u dhahayay uu iska soo qaaday, ama uus lahaa, ama madax lahaa, ama maxay ahayd harag lahaa, ama wixii la mid ahaa ee laga yaabo inuu iskaga soo qaaday yeenan kugu urin oo gurgaada yeenan ku soo urin, uu qaadayaa meel dheer ma geynayo wuxuu geyn qofka deriskiisa uu bowdka u gelinaya. Jawaabu wuxuu ka soo buuxinayaa baambaas iyo maxay ahayd waxyaalihii qashinka ahaa ee caruurta laga qaaday, suusa wada wuxuu gelinayaa bowdka deriskiisa. Miyaadan soo gelaynin xadiidka nabiga sallallahu calayhi wasallam in hadda deliishanaynaya ahaa wallaahi laa yuuminu, wallaahi laa yuuminu, wallaahi laa yuuminu. Cidda dhaaranhaya waa nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam. Wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa. Nabigu sallallahu calayhi wasallam kuma dhaaranhayo bilaash, wax khaladahoo aan waxba ka jirinna kuma dhaaranhayo. Saddex jeer markuu dhaartay ee saxaabada ay weydiiyeen ay dhaheen war qofkaas muxuu ahaa nooca ah, wuxuu nabigu sallallahu calayhi wasallam ku jawaabay qofka isaga waxa weeye man laa yacmalu jaaruhu bawaa'iqahu, waa qofka deriskiisu aynan ka nabadgelin sharkiisa iyo dhibaatooyinkiisa, sharkiisa iyo dhibaatooyinkiisa qofka aynan ka nabadgelin. Qashinkaadii baad qaaday, halkaas aad gelisay, deriskaadii ma dhibaataysa mise maadan dhibaataynin? Waa dhibaataysa. Waxaad ku bishaaraysataa markii inaad soo gelayso dadka uu nabiga sallallahu calayhi wasallam ku dhaartay iimaan kaamila inaynan lahayn, iimaankii laga rabay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu rabay inaynan lahayn. Dadka uu nabigu sallallahu calayhi wasallam intaa ku dhaaran hayo ee saddex jeer uu ku dhaartay, ku talagal inaad aad ka mid tahay. Qasaska ay sheegaan inta badan deriskii wanaagga loo sameeyey iyo wanaagga lagu gaadha waxaa ka mid ah nin daaci oo reer maqrib ah, yaa isaga laftiisa ka sheekeynayo. Ninkaas isaga ah waddanka Marooka la yidhaahda ayuu ku noolaa, nin daaciya oo dadka diinta gaarsiiyo oo dadka diinta ugu yeedhaayo. Waxa wuxuu yidhi habeen ba anigoo jiifo waxaa riyo iigu yimida nabiga sallallahu calayhi wasallam. Markaasi wuxuu yidhi buu yidhi nin Maka ku nool oo magiciisa saddexan uu riyada iigu sheegay. Uu yiri hebel hebel hebel, magiciisa saddexan uu ii sheegay. Ninka la yidhaahda hebel 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 oo magaalada Maka ku nool, ninka isaga u tago waxaad u sheegtaa inuu ahlu janna yahay. Waa habeenkii koowaad subaxii anigoo yaaban oo magiciina magacan garanaya ma aha, xagna magac saddexan baa la ii sheegay. Cidda ii sheegtaan riyada ku arkay waa nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam. Maalinkii baan iska joogay, habeenkii baan seexday buri labaad. Sidii oo kaleeta wuxuu yidhi riyadiibu haddana nabiga sallallahu calayhi wasallam iigu yimaad. Markaas wuxuu yidhi buu yidhi hebel 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 u tago waxaad u sheegtaa inuu ahlu janna yahay. Habeenkii saddexaad bay riyada lafteeda igu soo laabatay buu yidhi. Sidii oo kaleeta dhaqaale iyo waxbaan isku duwaday, wuxuu yidhi cumraan aaday, waan tagay Makaan tagay, waan cumraystay. Cumradii markaan ka baxay aan dhameeyey, yaa waxaan raadiyey buu yidhi markaa rag ikhyaar ahaa oo aan isnaqaano reer Maka ahaa yaan raadsaday. Raggii baan helay markaas waxaan ku yiri weri nin magacaaleh hebel 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 la yidhaahdo kaale ila raadiyo oo reer Maka. Ninkii isaga ahaaban wuxuu yidhi raadinay, dad baan u weydiinay qolaa. Markaa waxayna dhaheen buri ninka aad raadinaysaan sida uu yahay iyo dhaqankiisa iyo shakligiisa iyo suu u yaalay iyo ragginan raadinaya ikhyaarta ee wadaadada ismala. Ninkaa nin daacayaqaani iyo nin tukadi iyo nin cibaadaysti iyo midna maa. Ninkaa iyo idinku munaasib iskuma tiidiina, iskuma qalantaan, waxba ha raadina, iska daaya. Waxaan ku yidhi wariyadiibka iska daaye itusa haddaad garanaysaan. Si la ii soo waday baa la ii keenay buri isagoo meel joogo. Ninka wuxuu yidhi markaan kusoo baxnay shakligiisu waa nin aada u qaab daran, waa nin aan daaca lahayn, cibaada lahayn, qaabka uu yaala aad la yaabayso
عصيان إيه محي هذا وحي أو إلهي لو عاصين لها وح بدن أو كم ذا فرح كل جرا كل رقم هيو إسقينا ونجا أرجع حي أنا جانا وان يا النبي ما كان كسب بحني سقي لفتي سين ما كان كسب بحني ونا لا ياوي بلو نما كان حي كسب دانين بيصير وانو يا روحان يرو بري هيل 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 ملقو ده ها ها وحن كو يرو بري نيو بينا كوما شيء غير إلهي ما كده عارنا يا سد حبينه إسكو حكتو يوريه يقو إمام النبي صلى الله عليه وسلم سد حداها بين مذول بوح يقولها هبل 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 أني هذا اسمه نقان ما جعله صد حن رياض اللي يقصي النبي قال يسيه صلى الله عليه وسلم هبل 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 أتقوا واحد أشجعتا إنه أهل الجنة سد حليها بين بسيط أصلا كل رياضي يا محادثة ميسا واحد جنودكم وتيست إيشة حيد هاي رنيو عن واحد سمي مثله حرام فين تأجر ولقيكم متكن حرام فين تأجر إيده ولقيكم متكن بل صلاة كراح تعاد وقوم فيني مرة وسكت كذا مرة وسكت دايا حمان إيو معصية هذي أي تاينا وحوي واحد بدل ما كجتره واحد بدل ما صبيا نكبر كحوي روان وعليه وهم كوي روبرور أنا قبلكم مشي قحيو أنت صيادة وبشارة إلهي حقك أجي ماتي إلهي بخير كلام ماجي يا حدا وحاسة ميسا أرى صادها رقاد سوق بيسو سو يسو إن كان حرام كان علينا أنت أنا أنت عليهم بوحي روبير هل أرينا هبان أم لينا يا هدي وحنضاع أما مرت عبادة وإلهي إيه هي وإلهي أكتي سأن خير أم كجهل هي هل حبان حسوس تاب هل كان محيط هاي بعدين يقول يرب نم بعد درس لا خير يعرب ولاها نك يسقى هو جريودي ما نك هو جريودي نك صاحب الله يبغى محن داركم مري ونلهي مجيء سأو دارتي مشاهر كان سوق قادن هيو ماشان كشقين يروح مشاهر يقصو قلا إن الله قيبه تكلجو هن قيبنا أقون تا يسلان تا أنسيو قيبنا نعرض تيدا سيو نعرض تيدا هيدا إن مالين تا مرينا ولقي ما باجن نقول لا يهدا وان ولا هن كو يربي رو عارين تا سيدا كل واحد إله خير كولم معي جنا نلوجو بشاريه سوق بيسو صادها رقاضة سوق بيسو إنكين المسجد كان سيد أبو يالو حير أنتم لقى تجيبوا قبيستي وهو يسيستي وأنا سرعني مسجد كبير أناي يريد أن مسجد كقصو قال لي حرمه يؤهين بلاي وسك قرعني هو أوهي إلى هو حير أنا جحته ونجوه هي رجع نجلا سعد صلاة دمان قال لي أنت الله قيمي صلاة دمك أنت كني سيد أبو مك أكد جاه وصلاة مغرب صدق ذي رجع عضو مك عندما يني سجود أودم بيس سجود كهر ريسي معنا رجع عدي أودم بيس سجود ذي كهبات منا سوقين برنك هل كان نفتك جب حدا سوى سجود سن خاتم هذا النوع محاك يعني خاتم هذا وحوك يعني وإله سبحانه وتعالى كبد بادي وعبادة كلية له هي هاي إنه إحسان أسمي درس كيسي أقنطها ما دام أبوها بنتي عد تمويلنا يسوي حوها يسوي ماشي كبح حضي عد بيلا يسوي عد كرتها جن أي نجرين يا وسكح الساري أصبوا سيد سنك مقصرة وعبادة أنا كوفي عنين يقول لكن هو سكح الساري أو مرتي دش إسكح ساري حقوق ضاضس إنه إلى ليه ومشاركوا قي وقادن هي إنتوا الله قي واتكلم قي تظن ويجسية قي إنه غير كيسة كبش تي هذا هذا حكم ده في إن الله سبحانه وتعالى وختمي ختمون أحسن إله ختمون أحسن النصية ختمون أحسن إنه إله وختمه أيو كدف وسوى سجودا صلاة واجبه وفرضه إله كله تكن هيو حرام كي إلهي أي تعيش وكتكن هيو كسجود سيهاي هل كائن نفتك جبحه كده من أي دبودو أرنتي أنكم قصر رياضة هذا النبي صلى الله عليه وسلم إنه صدح بين وشاقي نكاس ساقين وأهل الجنة
إله سبحانه وتعالى وحن ويديسنينا إنه نقدر يقول حقوق ذا درس كذا إلى ليه كعد كذا إحسان وسميه وأنا أقول فله دب كذا يوحي الرفاة كذا إيمانا يحق هذا أدلقاته وحي هذه دلقات وياشه كذب نو إله سبحانه وتعالى قدر قوة وجعلية هي سان هذا تلماميني حديث النبي صلى الله عليه وسلم صدح ذقفة ويري إلهي وجعلية وحكم لها روح درس كحن لها يدرس كيسة دي كيسة ودل قادها هي لا وإلهي لنا عمو ضعفية أنا معناها أن كل دقمين سيد أغلق ما هي سيد أغلق ما هي أنا لا دقمين عفقة هي أدوغ الغحمين هي إن أدوغ عفيس كسميس أما درس هالنغو أما عيدك على هالنغوتي عيدك حميس إن أدوغ وناغو سميسه وحيكمتين وحيالها أن أجر كودة حساب تعين اللحيم إلهينا وبلن قادم وجزاء سيئة سيئة مثلها. مرك قفك الله فصحيح اللي يريها دي حمان وصميه. حمان تصيّلها تلّيك واتصمين كرتاح. لقومة دي دانو. حق بعض أولا إذا إنت الوصميه إن لأك إنا تصميسا. لكن حد قدو تلا موقف. لكن وحير إله سبحانه وتعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. منزلة تاكسي في عن. إنا القفك حميه حميسا منزلة كسي في عن وحوي. فمن عفا وأصلح روحي عفيه إصلاحنا سميه ونك وسيدو دقمه هي عكسي هذا كل دقمه أسوي كل دقمه هي حمان ونك بكل دقمه ونك السجع كل دقمه هي وحير إله سبحانه وتعالى فأجره على الله قف السجع أجر كيسة وإلهي دشي إلهي دشي سه أيوة هذي بلن قادوا إلهي بلن قادوا مركب وحوي وحلو قري وحويا وأجر قياس لهين أجر أن قياس لهم وناجع إن أرضكم مروا بحكسته والحق يساعد حكته وحيلا على قدره فهو حكم إذا ودون كده حس على قدره فهو قف كيسة هذه سهيسين لفت يسيك وحمينا يي السج لفت يسون وسجرت يدفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولله سبحانه وتعالى حمان تكاغي ماني صدق يا يكو سمين يا الوحي دونان بها هذا لما درس أمي إيه لما قراوة أما وحي دوني هالنغضان وحي حمان يكو إماده وانا كو جواب وكو بدل وانا كسسكت كو جواب يسو وحد كده يفي فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم قفك إساقا هاي عداوة إذن كده حيس يسيد حمكولة لقم هاي يكو حمين أيي إنو مركض ما سقنا انتو إسقرتو ونو وقف ولي قاعدة وزجعشه ولبا حميم هو أداد اسكو جعشين اسكو ديرتين إنو نقضاء يذكر فيسا هدون قد أحد يسوين تان آخر لقان آخر مرك لقاننا أجر كاد إلهي دوشي بو أحالي أجر آنا لقياس كرينو إلهي سبحانه وتعالى أقريي واسقون وأقياه أيا إلهي سبحانه وتعالى أكتسكوية له نيا خالصة هدي إلهي أخوة فجيو حمان تانا عاد إلهي درتي وصبرت حمان تكا غي ماني صدتكنا هذه إلهي درتي وصبرت وحلا وهاي أنت بدن أي حمان تقي ما نزح حوي وحي صوالد وير هذا المدينة دي كتاك درس واقف حميني حلاقة وحوي هنا توريا كعك صدع له نجح حلاقة وينو حق هذا كعك ما وحلاقة وينو ينما يرى أنا العقل بلا هاي ويا واحد نجح صوتور ده كقاتل درسه وحكذا لا تمركي هل نجح لغو صوتوريني إلى هذا عرتك أنت فصحان يا توريا خيرك يوم وحلو وغينه إلى ما يرى عن عقل لهين وها وحي وحصوتوري إن يركان نجح سيد الروك وصعد ما له دبتو ينكا ينجح يسترير قارس أهان حق الدرس كا وحكم حدودها هي ما لها دولار كلا وداب وأنا أقصد إنه ضد ضد إني وحب عليه ضد ضد إني قبر أبو شرا دول بنان أو واسعة ولقيا واحد لقى قاتي هدي واحد لقى قاتي بقى إنه ننتاكا كبرناي أما هل فوتوا ننكبرناي إن أنت بان قد قادر روح ديشة مسلمة كهو أبو قسيس وترى الفوت أنا قال له لقوم قادن هيو بلاش ودرس حمدي أن هذا كهلين إنه الروح صاقر الرضا لقونا اللهين هو قاتنا وعيد كنبي صلى الله عليه وسلم بأوي قال له روح الظلمية هل تاكا أو دلعه هل تاكا وحدا
oo dhul ah ruuxi dulmiyo maalinta qiyaamo todobada arla ayaa waxaa loo geliyaa qoorta, markaasaa la yidhaahdaa wad. Todobadii arla ayaa looga soo gooyaa, markaasaa qoorta loo geliyaa wado. Qofka ku dulmiyey intaasaa ku fidlayd, hadduu Ilaahay ka cabsan waayey dhulunan lahaynna qaatay, waxaa ku fidlayd inaad u dayso tiraahda haye soo intaa maaha waxaad qaadatay adii aakharadaada. Dadkii wanaagsanaa ee salafka ahaa waxyaalahay aada uga carari jireen waxaa ka mid ahaa inay dhul maarata ay dulmi ku qaataan. Nin ka mid ahaa qolyihii ahaa saxaabada waliba casharatu lmubashiriin biljanna ka mid ahaa Saciid ibnu Zayd, raggii loogu bishaareeyay iyagoo nool jannada loogu bishaareeyay ka mid ahaa, yaa waxaa la yidhaahdaa isagoo xilli dambe nool oo xilligii ay talinahayeen qolyihii umawiyiintii yaa inaa ka soo sheegatay ceel ku dhex yaalay isaga beertiisa, beer bay isku garab lahaayeen, yaa waxay tidhi ceelkaas isaga anaa iskale. Ceel buu iga dulmiyey ninka leeya Saciid ibnu Zayd. Ninka ilaahay uu idulmiyey waa nin saxaabi ah, waa nin asagoo nool oo dhulka kor socdo la yidhi jannaad geli, nabigu sallallahu alayhi wasallam ugu bishaariyey. Waa loo yeeray oo qadaa loogu yeeray, waxaa la yidhi waxaa lagugu haystaa ceel maaratay beerta deriskaada ay lahaayeen inaad beertaada gashatay oo aada dulmida. Markaas iska ooyey wuxuu yidhi, la yidhi anigoo nabiga sallallahu alayhi wasallam ka maqlay ruuxii halkaa koo dhul a qaato toddoba arda ayaa loo geliyaa qoorta loo geliyaa, ma u malaynaysaan inaan dulmin? Markaasu wuxuu yidhi intaa kumunana kanin, wuxuu yidhi ceelka isagaa soomayna sheeganin haa iyada oo xukuma siiya iyada. Laakiin Ilaahay waxaan ka baryay Ilaahay inuu indhaha tiro geerideedana inuu ceelkaa ka dhigo. Daalimad bay ahayd, isagana waa la dulmiyey, ruuxa madluumka ahee la dulmiyeyna dacwadiisa iyo baryadiisa lama soo reebo. Wataqi dacwata almadluumi fa inahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab. Ruuxa madluumka la dulmiyey dacwadiisa iyo baryadiisa iyo inuu ilaahayow yidhaahdo ka cabsaale, oo nabiga sallallahu alayhi wasallam iska ilaali, maxaa yeelay baryadiisa iyo ilaahay subxaanahu watacaala wax xijaaba u dhexeeya maleh, hore laga aqbali. Marka iska ilaali ruux aa dulmiday inuu ku habaaro oo ilaahay baryo yidhaahdo ilaahu iga gargaar. Naagta iyada ahayd waxay qisadu sheegtay markii dambe inay indhabeeshay, maalinta dambena iyadoo socoto oo meesha iyada ahayd warwareegayso inay ceelku ku dhacday gudihiis, sidana ay ku dhibatay qaabkii u habaaray inay u dhibatay. Muxaadaradeena caawa waxay ku saabsanayd waxay xuquuqul jaar oo ah xaq mudan muxaadaradan iyo kuwo ka badanba in laga qabto, maxaa yeelay waa cudur taagan oo daaweyn u baahan, khaasatan magaaladeenna aada uga jiro, ama dhul bannaan oo la ysku qabsada ha noqdo, ama kuwii deriska ahaa ee guryaha isku garab lahaa oo ishaystaa ha noqdaan. Hal fadhi iyo laba fadhi iyo saddex fadhi midna kuma soo dhammaan karaysa, laakiin maadaama muxaadaradu ay ahayd muxaadaro maxay ahayd loogu talagalay bayn alcishaayinka, haddana xilligii aadaanka la marahayo insha allahu tacaala intaas ayaan doonahayaa inaan kusoo reebo. Hada wabilahi towfiiq, wasala allahu wasalam cala nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi ajmaciin.